تلسكوب. بسم الله. شوفوا الانيميشن. الله. اوه ايوه فكت بغيت غريزمان ولي نقلها صالح وعرف ولي انا على البسكي ديال وشو وشو المباراة الثانية في النقلة واش دو اوبلاك واو بالعكس كدير واو بلاك واش لاعب سباحة ايناس خونا كيغطس ماشي كيحيد كورة الله ينعل دين امي انا واش الخوت مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو فيديو على بي اس عندي تفتيح باكاج ديال منتخب فرنسا اللي دا كاس في عام 2018 حيت هاديك هي الفيرسو اللي حاطين ميسي. بالنسبة لميسي فهمتو انا عندي بزاف ميسيات نسخة 2017 ديال 2009 بيك تايم ديال 2015 و حاليا حاطين النسخة ديال الكوبا وعندي تا النسخة تاع الارجنتين اللي كيوصل 104. المهم اليوم ان شاء الله غادي نقصرو غادي نجيبو باك ديال غريزمان وغنديرو عليه رياكس نشوفو البلان كيفاش. وعندي واحد الفتحة مجانية ديال نهار الخميس اللي فات كانو عطاوني انا مكنتش ريكوردي تا مساليتش دابا يلاه كتاب غادي ريكورد هادشي قبل متفوت عليا الحال حيت مقوال على نهار الخميس تقريبا بقى غير نهار ونشوفو تاني ميزاجور جديد شنو غيحطو لينا في باكاجات يوم الخميس. اوكي بلا ما نزيد نطول عليكم بزاف اللي كيشوفني اول مرة تسرو واحد لايك سبسكرايب كومنت وليتس جو تو اور فيديو. ومن خوت كما كنت قلت لكم اول باك اللي ديجا كنا شفناه في الابيسود اللي فات اللي ما شافوش راه نخلي في اللين ديسكريبشن ولا في اخر الفيديو كدويت لكم على الباكات هنا وشنو فيهم وشنو تحطوا. ودابا قبل ما ناخذوا باك تاع غريزمان انا بغيت غير نشوف هذيك الفتحه المجانيه شنو غادي يجينا فيها. اوكي اوكي ليتس جو. دابا هنا عطين موسيالا كانت انا صراحه بغيت غير كانت حيت شحال هادي ما حطوش نسخه ديالو هادي تقريبا اخر نسخه تقدر تحط له. الى داو يورو ديال هاد العام 2024 فرنسا يقدروا يعاودوا يحطوا ليه شي نسخه ديالو. ايه بسم الله نشوفوا شكون شكون جاتوني جا موسيالا حيت ديجا عندي. يلا نقولوا نقولوا كانتي يلا 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 عطوني ديك اللوين العزوة. يلا شوف ورا قلبي ما بين كاع اللعابه كاملين جا عندي اوبلاك عبغيت تقولها عاد تير السيغن ولكن اوبلاك المهم كنت كنقصر به في بي اس 2019 يمكن كان ناضي الصراحة ثالث واحد انا نشوفو واش ناضي نيت ولا لا نقراو ليه اللعيبات ديالو. ودابا بدون اطالة مقدمات دابا الحاجة اللي ناضي دابا خليني من داكشي بغينا ناخدو باك غريزمان مضمون والله ما ناخدو باك مضمون ولا تبقى تقمر على هاديك مبابي وخا حطو مبابي ناضي الصراحة ولكن ما فهمتش شي حاجه اللي مضمونه كتكون حسن. دي شومب عنده لونغ بول كاونتر نجربو لي عمرني ما قصرتش بهاد لونغ بول كاونتر اول مره. اوكي ليتس جو بسم الله. شوفوا الانيميشن والله عجبني تكون ندير في الدخله الناضي ديال اللعيبه كنت هادي هادي تاهي مزيان شو ديري لهم سامبا والقول على ما كانش لوريس معاهم في 2018 ولا لوريس صافي ما بقاوش جديدين بقاوش غاديين غادي نبدل المدرب هي اول حاجه ندير تشينج مانجر غادي هذا ديرو تيم بلاي ليست لونغ بول كاونتر غريزمان اول حاجه اول واحد غادي يدخل هو غريزمان حيدو مارادونا فور ناو ديال الباير ولكن هاد النسخه خصنا نجربوها ضروري شكون غادي تحيدها نحيدو راموس ديال بلاصه فان تايك هنا شوفو شحال ريت او كاش 93 نايس شوفو الريتين ديالو 94 اول ناس 94 كاتشين 95 ريفليكس 89 ريتش. اوكي حد الان باقي حتى شي واحد ما جات فوق على تير سيغن بالنسبه للعاب الاسبوع على لعب تشامبيونز ليغ. نشوفوا شنو دابا شكون باقي مازال في منتخب فرنسا غندير غير اوتو طوالت غريزمان غادي نخليها غير اوتو صافي. اوكي وصل 105 نايس هول بلاير هادي زوينه كيتحرك في كاع المناطق 97 بول كونترول 93 دريبلين 95 استحواذ مساحة ضيقة 86 لو باس لو فتوت باس الباس منخفضة و ليكود طويلة زعما 92 فينيش نايس
الكوفرا 93، الكول بروساج 95، 85 سبيد سرعة، تسارع 88، ذاك اللي بقوة هيك كاين باور 84، نايس. اوف كورس غتكون عندهم مهارات الدبل تاتش، البوتيت برانس هذا اللي بوصل لها ربولي، يعني يسموه الامير الصغير عالي. دبل تاتش سامبريرو بين بوينت كروسين نايس، اوتسايد كورلر نايس، حيت هو في نفس الوقت راه بحال اللي قلتي كيلعبتي في الميليو، داكشي علاش ديري لي بين بوينت كروسين، يعني كيلعب حتى اغم اف اي هنا. اوكي نخلي البوست ديالو كيما حاطينو لي اس اس سيكوند سترايكر 99 نايس. اوكي 94 بول كنترول، دريبل 98، تاش بوزيسيون 95، كورس سبيد تكون عندو طالعة 95، عندو دوبل تاتش، عندو ريبونا بين بوينت كروسين تا هو سول كنترول. اوكي اوكي شوفو السي كامافينغا، كامافينغا عندي النسخة ديال عقود الترشيح ديالو، ولكن هادي معرفتش واش حسن من الاخرى ولا لا، غالبا غتكون هادي حسن حتى هادي مشري ليا فلوس، هادي كتكون تاع الكوينز فلوس العيبات كتكون ضروري حسن. شوف هذا فيه هجوم دفاع، فيه يمكن لي واقع هذا خصو يدرب على الجول يولي مكمل كاع البوستاج. كامافينغا كيتسركل 93 بول كونترول، 93 لو باس، عندو داكشي متوازن الصراحة، 86 سبيد، 91 ستامينا. اوف كورس ما يكونش عندو دبل تاتش، ماشي كاع اللعابة عندهم دبل تاتش. شوفو دابا مع تشواميني انكرومان نايس، 91 تاكلين، 92 ستامينا، عايزين شوت، عندو تقريبا كاين كاين باسات و الدفاع شوية عندو داكشي. نشوفو سي اوباميكانو ديستروير، اول نسخة ديال اوباميكانو غيكون ديستروير نايس، 96 اوكي اوكي، فيزيكال كونتاكت 93، 94 جامبين نايس، ليلى اوسبيت 82، ليلى نادر عندو صالح. هاد النسخة هادي ديال اوباميكانو حسن، حسن من هاديك كانت عندو غير بيلد اب بحال صليبة. اوكي هادي التشكيلة ديالنا طورناها كاملة بحال هكا، غادي نقصرو ونمشيو نشوفو اول ماتش ونقول لكم واش تستحقوا انكم تاخذوا باكاج تاع فرنسا ولا شي منتخب اخر. المهم انا كاين دابا في ديفيزيون 3 50% بتخ تاع شحال خاصك باش تربح. هذا ديال مانشستر سيتي ما عرفتش واش غادي يعزلاني ولا لا، شوفوا نوب عنده تشكيله يعني ما بيهاش عادي. اوكي غادي نديرو مبابي هو راس حربه، دابا لاعبين منتخب فرنسا داكشي خص يكون فرنساوي بزاف. يا بسم الله ديرو صوت المعلق ديال التعليق عربي بسم الله. في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس وبطبيعة كما في انجا نايس، اول قطعة زوينة سير ديمبيلي، مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف نايس، باس زوين الله على الروعة هنا في هذا الملعب، أجواء مشتعلة وكل كورة اوه ارجو أرجو ده. شو غريزمان اللي سيكوند سترايكر مهاجم وهمي ومع ذلك ما قدرش عليه الديفونس بحال تسلت اليوم، ومبابي بقى اللي راس حربة ديرو يا حسرة وما مشاش كيف ما مشى التحرك تاع غريزمان. هول بلاير كتكون زوينة، شو كيمشي في اي بلاصة شو لا واي كما فين كباسي لي. المهم انكرومان زوين، وقيلا كامافينغا تشاومين عندو انكرومان و كامافينغا عندو بوكس تو بوكس، هاد بوكس تو بوكس كتعاون كيبقى يطلع وينزل في المناطق الدفاعية. اوكي اوو يدو الصوت التعليق اسان تاش كدي يلا نل نادي هو ميكان ضرب وصلي بما كتقيل الانجليز ما سيب بس نادي او بلاك. اوكي الساعة كاع اللعابة اللي عندي نادي سير الصاد سير جنبي ما استقعدش كرة تلعب على
هو كيدير لونغ بول كاونتر بحال هو اللي عنده مزيانه. ناضي ما طلقتش خاصني نباسي شي والله حتى كما فين جا بزاف خاصني دابا مع شحال ما قصرت بيه عاودتي خاصني غن نعاود نرجعو تاني للمستوى سير نايس ما تباسي شي هذا تا هو تيقصر مزيان تيكي طاكا وداك الشيء هو هذا خصم صعيب صراحه شو نعم حاب ناكو نامي غتبغي اي باكيتين يلا يلا هي هي سي سدو حكيمي نايس يلا هي ميسي سيرا باغي نجرب غريزمان انا تفو داكشي علاش باسيت بيه ولكن كانت القضية مسدودة كان خصني نسونطري على الفوق والله حتى هذا بحال تونت مانشستر سيتي دايم بوي اوكي يا بسم الله واه على باس عطاه ميسي لمبابي واو 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 اش قلتي مبابي اش مزال سي سي عطا غريزمان ديال كامافينغا ديال ميسي جري جري ايوا واش دو اوبلاك واو اوبلاك اش كدير واو اوبلاك واش لاعب سباحة ايناس خونا كيغطس ماشي كيحيد كرة الله ينعل دير مي انا حيد ميس ميس زوينة سير ميس صاليبا عمر عليه مع داك و شوف ملي كتبغي كرة كونامي ما تباركيش والله لا باركيتي شوف يلا شوف لك هذا دابا ولكن توني زوين صراحة لي بحال تاع السيتي قولوا لي ماشي سير السيتي مشكلة عينا ما نديرو كلير عينا ما نباسيو عين ها ودي اهبط طير هبط دفك زيد المباراة تاعي ليتس جو وا بميكانو ما نسقاش لي نخليه ماشي مشكل سير اوكي وا على خطة كيديرها وا خونا تاش باغي تزوج عندو اوبلاك نايس ايه عطيه باس هذا حتى هو غيكون القضيه زايره معاه حيت كيعرف يدافع على حتى فيها من باسات اللي قطع عليه كيخصني باس هذا الكويك كاونتر هذا كونديس واو ديك الشقمني هذا الدعاء هذا القيسة هادي ما قصوش انا بوحدو بوحدو نادي ميسي زوينة زوينة دابا مبابي ما الجسم ديالو غير متوازن وباسيت بيه هو نيش نايس هيك طلق باز انا طلقتو هو جو هو اصلا كان شاد الديفونس وخا كاع يباسي وكا اودي كوي كاونتر مصيبة هذيك اللي عبدت كوي كاونتر ليتس جو بدينا في الميطا الثانية طيب مزيانة مرتدة زوينة كنبغي نباسيو نتيالي في نفس الوقت وداك الشيء مخربق وهي غير ايه ايه تبارك الله تشو تشو الاخر
يلا شوف رائع جدا في توقع مسار الكرة. مارادونا جيم لا باس تاع زوين باس زوين صالح. شوف الهجمة كاملة دار زوين من الباس. شوف شوف باس مارادونا من هنا كيفاش باسا وهذا باس خارج القدم كلشي دارو زوين صالح بيت واخا ضيع ولكن مزيان. الجمعة تخسرنا يلا لونغ بول كاونتر صالح. انا غنجرب الخطة تاع الاستحواذ وغادي نشوف واش ديفهم المدرب ولا مني انا اللي ما عرفتش نلعب بهاد التشكيلة ولفت اللعابة الاخرين ولا شي لعيب. انا نشوف هيدو اللي ما كنعرفش نلعب انا بهاد لونغ بول كاونتر تبقاو تلعبوا بزاف تخليو لي الدفاع خاوي. هاي شوفوا لقمان العادي اللي صحاب نشلق من تاع داك البوست تاع دادو تشافي الونسو واجا في سيمون نايس شارب ميسي اوكي كويك كاونتر. على هاد الكويك كاونتر كتخلع اوكي ليتس جو. يا بسم الله شوفوا الاستحواذ كيفاش داير. بغينا نجربو غير الكور. نايس اوكي اوكي نايس وحاضي يلا غنتير يا ميسي نايس زوينه زوين سير غريزمان خاول. اول بيت لغريزمان ما عرفتش تحسب ليه بعدا ولا لا حد دخل الديفونسور ما عرفتش. اوكي اوكي تحسب لي راهي نقول تحسب لي نادي غريزمان نادي نادي اخسي دير احتفاليه تاع كاس العالم اخسي يهز المايك واخسي ندير له ديك اللعيبه ديالي كعارف انه ممكن يدير احتفاليه فورت نايت بزاف غريزمان. الله شدني دليخت شيت سير ميسي زوينة. الله 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 عليك يا كيليان يا مبابي وخا دابا ماشي فن من اول فينيش هنا كاين شي مشكل عليك او بلاك ايوا حكيم هاديك. الله على الكروباتيك فينيش لا كليرنس شو ديمبيلي هذا بوحدو تا هو طلعت كما فينغا كيتقاتل البرد صليبة ديالك يلا تشوم واو واو كان خصني نقادها ولكن صراحة باس زوين تشواميني سقالي يا غريزمان تاني خونا عرفتي هاتريك ديال البوزات بوز مورا بوز تاني بوز وات ذا فاك خونا نسحب بلاص جوج زيرو فاش كتنسحب كتولي لعب 3-0 يعني اي انسحاب كيما كان كتولي 3-0 اوكي خونا نسحب سير نزيدو شي ماتش اخر خمسة في خمسة الربحات تعادل واحد خمسة الخسارات خصنا على الاقل نكونو الربح كثر من الخسارة يو نو اوكي نزيدو واحد الماتش اوتوميندي روبرتو كارلوس اوكي هذا لي هذا اوتوماندي بلاصه صليبه نجربو شي شويه اوتوماندي اي سي اف ال دبليو اي دبليو غريزمان زوين ولكن مع البارسا ما عطاش اللي عنده نسخه غريزمان ولكن هذه المباراه ديما غريزمان كيكون مرتاح مع اتلتيكو مدريد ومع المنتخب ديالو خلاص هو راس مدبر عطينو الكابيتان اصلا. باريس سان جيرمان مو في مواجهه باريس سان جيرمان
درت فيك شورت وكما تقاتني على تيك تلاقا يلا يا واش الكره بالانس عنده خطير مبابي هاد النسخه هادي ني كيكين باور واو واو نادي اوبلاك سير لا علي جوج حي هو نيت دخيا وطمين دي سي لا 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 ولي 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 الدبل تاتش والحركات العيبات عاوتاني بوب نادي ميسي سقى لينا غريزمان هو يحيد الاعاده اوف كورس اصاحبي غادي نشوفو الاعاده لا 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 كنا كان خصني نزيد القوه الضربه مازال واو ميسي بالك ان شاء الله ضليه في بنادي انا بيتي بيتي هاي لما بغاش يباركي اوجو يعز اوف سايد لا اوه ايوه فكت بغيت غريزمان ولي نقلع صالح وعرف ولي انا على البسكيلير واو زوين نايس تحرك زوين هذا اوكي نضحو بريوسا خاوي هالاند هالاند صاحبي واش هذا كاين حق حتى لحدا باطو كيبقى يدير بحال هكاك كيعرفش يفزع كورة كيعرفش يفزع كورة ها نو لور لي عتق كيدير بالعين ها نادي نويور حبس ليه زوين الصراحة كيتشما تقنا دا فهمتش مبقاش باغي يقصر شاف راسو خاسر بجوج ها كيتشما تقنا شي كون باغي يلعب كرة عطا باس قويل الله واو عليه قلب هذا اللي كان دوماج ما كملتش سي سي كيفاش اول جو صح شوم عليك بعطيني ذباح ولا بيت ولا ما والله ما فهمت وشو وشو المباراة الثانية في النقلة والله حتى هذا باغي يعطيني رباح ولا ما عرفت شنو باغي يدير كاع ما علينا غريزمان نجم مباراة انا نوريكم الهايلايت الى بينوا لي دوك اللقطات تاع البارا لا 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 هاد البيتش ناضي بالرجل واه كيفاش دار دابل تاتش وقلب داك الشيء واه ميسي تاع اسيست نايس شوف 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 ايوا سافان دايك كوستا كورتا كان غيشد هاد ضربات لي فكر شوف ميسي النقلة ضرها البارا الاولى شوف برا الاولى بالنقله وباكا هالاند كتير باش بانش الهايلايت والله حتى الهربه والله حتى الهربه هاي هي البارا الثانيه واقيلا هي هادي شوف طن دابا هادي خليكم بالله ما هادي مش باكاش ضربت لينا في 90 ومشات اودي هادي ماشي مشكل او الخوت حتى هنا نكون وصلنا لنهايه تاع الفيديو قبل ما نديرو الختام ديالنا نقول لكم عاوتاني شكون اللي جاني ناضي اوكي طلعنا ب 35 نقطه اللي جاني ناضي فهادشي كامل بعدا عندك الاول هو غريزمان الصراحه هاد النسخه هادي واعره خصوصا انه هو البلاير يعني كيمشي في بزاف ديال المراكز واخا هو حاطو كمهاجم مهمي ولكن كيمشي في بزاف ديال المراكز كامافينغا هذا حادث ولا حرج هذا بلا ما ندوي عليه مع بوكس تو بوكس كيطلع ويهبط ديفونس زوين هجوم كيعاونك راه عدى واحد الاداء نار عجبني انا كامافينغا تشواميني كذلك فهمتي كيقدر يعتقك في الديفونس ولكن الديفو اللي فيه هو انه ما داكش ديمبيلي راه عرفتوه ديمبيلي راه مره كيتصدق ليه مره ما كتصدقش ليه مره اوتوم سميتو بالنسبه لاوباميكانو هاد النسخه اللي داروا اوباميكانو حتى هي زوينه اي نسخ كما كانوا كيديروا بيلد اب
يعني كبناء الهجمه، هذه دانو ديستروي يعني تبقى واقف بحال الاوتوماتيك، بحال شكل الاوتوماتيك دفنا الاوتوماتيك. بحال شكل الاوتوماتيك مبابي هاد النسخه هادي باش زوينه. عندي حتى النسخه القديمه تحكي لي مبابي، نوريها لك وقول لهم سالي الفيديو. هادي باش زوينه على الاخرى، فيها البالانس طالع 95. انا نوريكم البالانس تاع الاخرى اللي عنده. هادي شحال فيها تاع البالانس؟ فيها 94، الاخرى زيد عليها بشرطه. المهم الاخرى كتجيني انا وقيل احسن. هذا ما كان عندنا في هذا الفيديو. هذا ما تنساوش واحد لايك سبسكرايب كومنت. نشوفكم في فيديو جاي مع شي تشالنج جديد او شي باك جديد، باكات تاع نهار الخميس ان شاء الله جايين. ندير لكم حتى فيديو. بيس اوت، تهلاو في راسكم.